رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد. نرحب بالضيوف المشاركين من مكاتب القطاع الجنوبي. نرحب بكم فردا فردا في صبيا الفل والكالي مع آيات عطرة يتلوها على مسامعكم القائد الكشفي والرائد الأستاذ محمد أبو الفضائل. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جازان بأكملها محافظات قرى ترحب بمن زارنا ولمدة 3 أيام ومن زارنا في هذه الليلة وعلى مقدمتهم رئيس رابطة رواد الكشافة بالمملكة السعودية الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد والأستاذ علي العلي وجميع من حضر. أهلا وسهلا من صبيا الفل. أهلا تعداد خطوات ما مشيتم وتعداد كلماتكم ونفاساتكم. فأهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يبارك في أعمالكم وأعماركم ويجعل عملكم هذا مصدر سعادة لكم في الدنيا والآخرة ولأولادكم ولذويكم. فأنتم تقومون بأعمال أصبحتم قدوة ليس فقط للحركة الكشفية بل قدوة للعمل التطوعي، قدوة للمؤسسات ذات النفع العام. تبرعون بوقتكم، تبرعون بمالكم، تبرعون بجاهكم. كل هذه الأعمال هي تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفي أحد مؤشراتها زيادة عدد المتطوعين وزيادة الجمعيات ذات النفع العام NGO وكذلك الرفع من مستوى جودة الحياة. والعطاء والبذل هو أحد مؤشرات جودة الحياة. فأنتم من رأس هذا العمل وبكم نقتدي. وفقكم الله لكل خير ونراكم إن شاء الله في مزيد من الأنشطة. سجل شكري وتقديري لرواد كشافة جميع محافظات جازان على هذا اللقاء وعودتمونا تواجدكم في كل المحافل محافل الرواد. فبارك الله في جهودكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مدراء رواد الجنوب يلقيها الأستاذ مسفر عسيري. أخواني رواد المنطقة الجنوبية مرحبا بكم جميعا في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء المتجدد. رحب بكم أجمل الترحيب. هذا اللقاء الثالث لرواد الجنوب، رواد المنطقة الجنوبية للمفوضيات المجاورة وهي مفوضية صبيا، مكتب صبيا ومكتب رجال ألمع
مكتب عسير، مكتب بيشة، مكتب النماص، مكتب محايل عسير. طبعا هذا اللقاء إنما هو لقاء ود ومحبة، لقاء تناقش وتلاقح الأفكار فيما يخدم الحركة الكشفية وخاصة للرواد في هذه المنطقة. الشكر الجزيل لإخواننا مكتب رواد صبية على الإعداد والتجهيز لهذا اللقاء. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. نبدأ بمكتب رواد جازان. عسير. تعبير كلمات الشكر للأحبة المشاركين من جميع المكاتب، كل الشكر للدكتور والأستاذ علي ولجميع الموجودين لتشريفنا بهذه الليلة المباركة. والآن ننطلق من هنا إلى ساحل البحر مركز الجوز لنكمل جلستنا. حب الوطن ثابرة في قلوبنا يشل، حب قديم وغالي يا وطن غالي، حب قديم وغالي يا وطن غالي. حنا جنود الوطن لما حصل زالة، الروح تفدى الوطن والدم والمالي. بشر عدو الوطن لا شك بنعله، بنزلزل الارض تحت الرجل زلزالي. بلا وطن ماشي كمن القهر والذله، يبقى سعيد وراسه في السماء عالي. حب الوطن فطرة في قلوبنا انشله، حب القديم وغالي يا وطن غالي. حب قديم وغالي يا وطن غالي. فممكن نبدا بقصيده النبي وسيد الجمال. هموم جلي جلي همت في خير مرسلي، غفر الله لكل يا مصلي على النبي. وعد الله في الكتاب بتجاوز عن الحساب وضعف الاجر والثواب المصلي على النبي. اللهم صل. وتهايا المعطره كل العظام سافران للمدينه المنوره الصلاه بالغنم. سيد الكون والبشر خاطب الضب والشجر، هالت الشمس والقمر نورها شعب النبي، وانجلت كل حالك بالليالي المباركه. ربنا والملائكه قبل صلوا على النبي. خالق الخلق كمله على الكون فضله، والى الناس ارسله بالهدى ارسل النبي. النبي صادق الوعود، النبي وافي العهود، مولد النور في الوجود ليله مولد النبي. ربي يسر بزورته والله في النوم رؤيته، ربي يسر بزورته باقي في النوم رؤيته. احشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته، يشرح الله موجته من يصلي على النبي. الف صلوا على النبي. Thank you.